مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح، وشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة وسن الحيل والزمول، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع الخاص للحيل من مسافة 8 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس وجائزة هذا الشوط. نيسان بترول ستيشن اكس اي، نسير ونبدأ مع البداية مع أول الأسماء وأول التحديات. هناك مذعورة بشعار هجن المرقاب، خميس بن سعيد بن صالح الزرعي في عملية التضمير مع مذعورة مع البداية. ثاني الأسماء القادمة هناك الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في عملية التضمير مع الطويلة، مع أن تنطلق مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت أشواق لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا أشواق مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز أو رابع الأسماء القادمة الضبي هجن الرياسة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع رابع المراكز ومع الضبي. خامس التحديات القادمة همجاد هجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي مع خامس المراكز ويقدم لنا أمجاد. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة في دائرة النداء والإذاعة. ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع المقدمة مع أول المراكز. هناك مذعورة، مذعورة بشعار هجن المرقاب وخميس بن سعيد بن صالح الزرعي يقدم لنا مذعورة مع أول المراكز وأول التحديات، وتقود هذه المسيرة المنطلقة المسيرة الأصيلة على أرضية ميدان الشحانية مع البداية. هجن المرقاب تتقدم هذه الأسماء وهذه الشعارات. ثاني المراكز القادمة أشواق هجن الرياسة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية التضمير مع أشواق، وتتسلل القادمة الضبي هجن الرياسة، والعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير، وأيضا القادمة من بدأت تتسلل من مركز إلى مركز من العمق وصلت أمجاد هجن الرياسة، والظافر علي بن جميل الوهيبي يقدم لنا أمجاد من تتسلل إلى ثاني المراكز. رابع الأسماء القادمة أشواق هجن الرياسة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة بن راشد الحميري في عملية التضمير مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء ولذا لم يحن موعد دخولها. نعود إلى البداية، نعود إلى أول المراكز مع اللي غيرت واستلمت زمام الأمور. أمجاد تغير من الجانب الآخر بشعار هجن الرياسة، والظافر علي بن جميل الوهيبي يتقدم الظافر مع أول الأسماء وأول التحديات مع أمجاد من تحضر بشعار هجن الرياسة. ثاني المراكز أرى الأسماء القادمة والشعارات المنطلقة، وصلت أشواق هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت الضبي هجن الرياسة، العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع ثالث المراكز وثالث الانطلاقات.
رابع المراكز. وصلت صوقة، أول نداء وأول إذاعة لصوقة قادمة من الصفوف الخلفية بشعار هجن الرياسة. وأحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة حور هجن العاصفة، غياث الهلالي يقدم لنا حور مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. هجن العاصفة تحضر مع حور. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الخمس المراكز المتقدمة المنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. منتصف المسافة 4 كيلومترات تنقضي، وتبدأ 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة وأمجاد على البداية مع أول المراكز بشعار هجن الرياسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي يقدم لنا أمجاد مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز هجن الرياسة مع أشواق ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يقدم. أشواق مع مركز الوصافة. ثالث الأسماء سوقة بشعار هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يقدم لنا سوقة مع ثالث المراكز. وثالث التحديات الفيلسوف يتواجد مع ثالث الأسماء مع سوقة. رابع المراكز الضبي هجن الرياسة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع رابع المراكز. العملاق يتواجد مع رابع التحديات. خامسا القادمة هنا كحور هجن العاصفة، غياث الهلالي يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية، الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة وسن الحيل والزمول تحضر في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. تتواجد هذه الشعارات، تتواجد هذه المؤسسات. لائحة العبور 3 كيلومترات ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار. والنيسان بترول ستيشن اكس اي عند خط النهاية لصاحب المركز الأول. أمجاد على البداية، أمجاد على المقدمة. هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتقدم. الظافر مع أول الأسماء وأول الشعارات يقدم لنا أمجاد. ثاني المراكز وصلت سوقة مع ثاني الانطلاقات ومع مركز الوصافة. هجن الرياسة الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي يقدم لنا سوقة مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت القادمة حور هجن العاصفة، غياث الهلالي يقدم حور مع ثالث المراكز. رابع الأسماء أشواق من الجانب الآخر، هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن أرى المتسللة والقادمة أوزان بشعار هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية في عملية التضوير مع ثاني الأسماء أو مع رابع المراكز. هناك أوزان هجن الشحانية محمد بن خالد العطية خامس المراكز. وصلت الملاحة وأول نداء بالملاحة، يا مرحبا بالملاحة. هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يتواجد مع رابع المراكز. من بدأت تتسلل من مركز إلى مركز الملاحة وعينها على الصدارة. بدأت الأسماء بالسرعة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولكن أعود إلى البداية إلى المقدمة. هناك أمجاد، أمجاد على أول الأسماء وأول التحديات. هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتواجد مع البداية مع أول الأسماء. الظافر على المقدمة، ثاني الأسماء سوقة، سوقة مع ثاني التحديات. هجن الرياسة أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يقدم لنا سوقة مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء
وصلت الملاحة، هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الملاحة مع ثالث الأسماء رابع المراكز، وصلت عزاوي، عزاوي مع رابع المراكز، هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف مع رابع المراكز، مع عزاوي خامس المراكز، هجن العاصفة مع حور غياث الهلالي يقدم لنا حور مع خامس المراكز، ولكن أعود الله يا هذا المنظر، أربعة أسماء على خط واحد على إقبالنا للكيلومتر الأخير والخطير، الملاحة، الملاحة على البداية، هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع الملاحة، عزاوي مع ثاني الأسماء، هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ثالث المراكز، سوقه هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي رابع المراكز، هجن العاصفة خامس الأسماء، هجن الشحانية، ولكن الحزام الأخضر، الله يا الملاحة، الملاحة على البداية، هجن الشحانية مع أول الأسماء، الذهبي سالم بن فاران المري، عزاوي مع ثاني المراكز، هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ثالث المراكز، سوقه هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، ولكن الملاحة، الملاحة مع البداية، هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري، عزاوي مع ثاني المراكز، هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هجن الشحانية، هجن الرياسة، الملاحة، عزاوي اللحظات الأخيرة، ولكن عزاوي، عزاوي من الجانب الآخر، عزاوي الملاحة، الملاحة، عزاوي، عزاوي، هجن الرياسة، هجن الرياسة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز عزاوي، ونهني محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز الملاحة بشعار هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري ثالث المراكز، وصلت سوقه هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي ورابع المراكز، وصلت أوزان هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية وخامس المراكز، خامس المراكز من حاف هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز عزاوي. ها هو الملخص مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز عزاوي. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 41 ثانية و89 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لهجن الرياسة، ونهني محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ثاني المراكز. وصلت الملاحة لهجن الشحانية، توقيت زمني 12 دقيقة 42 ثانية و3 أجزاء من الثانية، تهان ناموس لهجن الشحانية، ونهني الذهبي سالم بن فران المري ثالث المراكز. وصلت فيه سوقة بشعار هجن الرياسة، توقيت زمني 12 دقيقة 46 ثانية و53 جزء من الثانية، تهانينا وناموس للفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي.